السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة أم لوجين. اليوم إن شاء الله بحول الله غادي نحضر معكم المخنفر. كنت جالسة قلت اللهم نوض نشارك مع البنات اليوم المخنفر في هذه العشية باش يديروا الكوتي الوليدات. غادي نضيفوا واحد جوج بيضات. قبل أن نخليكم مع المقادير غادي نوجد في خطرة. هنا واحد جوج بيضات نضيفوهم، واحد رشيشة ديال الملح، واحد شوية هكا واحد راس معلقة باش ميجيش مالح. وغادي نسمو أنايا بالقشور ديال التشين، كيجي روعة في المذاق. اللي بغا ينسمو بشي حاجة ينسمو، المهم أنا كنعطيكم الطريقة اللي باش كنصوبو. واحد معلقة صغيرة ديال الخل، واحد معلقة ديال خمارة ديال الخبز، وغادي نضيفو جوج ديال الماء يكون شوية دافي، ما بارد ما سخون. جوج زلايف باش كتعبروا الماء باش كتعبروا الدقيق، لان الدقيق غادي نضيف عليها زلافه ديال الفرينه وزلافه ديال السميده الرقيقه. ما غاديش نضيفهم دابا، دابا غادي نحرك هذا الشيء مزيان حتى نخلط هذا الخليط. الريحه ديال التشين طالعه كيجي روعه روعه، كنتمنى البنات يجربوه. دابا غادي نضيفو زلافه ديال الفرينه البيضاء، الدقيق الابيض، عفوا، وغادي نضيف زلافه ديال السميد. دابا الان غادي نحركو هاد العناصر كامله، عفوا غادي نبدل هاد لي فوي، نجيب الكبير الفوي الكبير حسن. تقدروا ديروا له الميكسور ولا الطراب كيف ما بغيتوا باش يتسلق. والخماره ما غاديش نديرها دابا، الخماره الحمراء ها هي، غنخليه غادي نخليه واحد شويه حتى يختمر هكا. كنبقاو نطربوا هاد المكونات كاملين وغادي نغطيوها نخليوها تخمر. على ما كيخمر على سميتو المخنفر خصو يخمر. كنبقاو نحركو حتى كيبقاو يبانو لنا هاد الفقاعات، وغادي نغطيوه ونخليوه يخمر مزيان واحد ربع ساعه. دابا راه الصهد دغيا يخمر، نغطيو بواحد بابي سيلوفان هكا او بشي منديل، وكتخليوها هكا على جانب يختمر. دابا الان راه اختمر شوية، ان شاء الله بحول الله غادي نديرو خمارة. غادي نحرك كل شيء لان غير كنضيفوا هاد الخماره الحمراء ديال الكاطو كيعطي المفعول ديال التخمير ديالو. دابا
بالنسبه ان شاء الله ملي ختامر مني درنا له داك الخماره الحمراء غادي نجيب واحد المقله صغيره، بغيتو مقله صغيره او كبيره كيف ما بغيتو، وكنديروا فيها شويه ديال الزيت وكندهنوا داك المقله بهذه الطريقه. وغادي نجيب الا كنتو باغينه شويه غليظ كديروا داك المغرفه ونص، على حساب كنتو باغينه شويه رقيق كديروه يعني غير مغرفه وحده راه كفايه، انا درت مغرفه ونص. ندير واحد المقيله صغيره باش ندير فيها واحد الوحيدات صغار، كيجي بحال شكل البغرير كيبقى يتثقب واحد شويه من هذا الوجه والوجه الاخر ما كيتثقبش، هذا هو الشكل ديال المخنفر. ما كيتثقبش كامل بحال الشكل بغير كيتثقب غير واحد شويه، ملي كنحسوا من التحت بان طاب كنحاولوا نقلبوها. ها هي داك الصغيوره حتى هي هي كتوجد، ها هي الصغيوره بدات كتوجد دابا. الان كنجيب واحد شويه ديال الزيت عاوتاني كندهنوا لها واحد شويه هكا وجهها هكا من الفوق بالزيت، وكنحاولوا نقلبوها من التحت الوجه ديالها نردوه لتحت بهذه الطريقه. شتي كي كيجي القاع ديالها غير نحسوا بها طاب واحد شويه وجهها، وكذلك هذه حتى هي غنديرها حتى هي بشويه ديال الزيت غير هكا شويه شرشيشات هكا من الفوق، وكنحاولوا نقلبوها بهذه الطريقه كيجي رائع بزاف. أو نشوفو الصغيرة هذا هو الشكل ديالها، كيجي موجهم من الفوق من الفوق بحال شوية بحال البغرير، ومن التحت طايب عادي كيجي روعة. والكبيرة هي هادي عاوتاني كذلك، شوفو كي كتجي رائعة. دابا غادي نزولوهم على النار وعاود ندهنو شوية المقيلات ونديرو نفس المرحلة. كذلك عاوتاني كنضيفو وحيدة هنا وحيدة صغيرة هنايا، ونديروهم يطيبو على المهل كنقصو البوطا غير بشوية ونخليهم يطيبو. كذلك تا هادو كيتقبو من الوجه ديالهم نحسو بيهم بداو يتحمرو من التحت صافي نزولوهم. ملي كنحسو بها بدات طيب من التحت كنحاولو نرشوها غير شيشات خفاف ديال الزيت باش كنحاولو نقلبوها. انا ما بغيتش نبين لكم كلشي كيطيب حيت شاركت معكم كيفاش الطريقه وشي وحدات يعني هكا حسب باش ما يجيكمش الفيديو طويل وممل، حيت كاينين بزاف الناس اللي ما تيبغيوش يتفرجوا في الفيديو طويل. كما راني اللي طيبتها كنجيبها نحطها هنا في الطبسيل، ها هو داك كيجي روعه. كنحاول نقلبها هكا غير كنحسو بها شويه طابت لان كطيب هي من تحت كثر من كطيب من الفوق، كنقلبوها على هاد الشكل بركه عليها كتجي وجهها مذهب كيجي رائع بزاف.
كذلك نفس العمليه. بغيتوه يجيكم شويه رقيق كديروا غير شويه على حسب تقدر المقله. انا عندي شويه صغيره كندير فيها داك المغرفه ونص. هذا هو الشكل ديال المخنفر كي كيجي رائع بزاف بزاف. اما في الطياب ما نقول لكم شو واحد الرائحه كتكون طالعه ديال التشين روعه. وكنقدمو بالنسبه ليا انا قدمته عندي شويه ديال العسل الحره وعسيله وزبيته بلديه والزبده البلديه، ولكن حدو سخون ما نكذبش عليكم مواجده واحد البراد ديال اتاي. وكنقول باش ناكل دابا نحطو سخون ان شاء الله بحول الله. وحتى الوليدات كيفرحوا بزاف بهاد البوتر اللي كنديروا لهم، جاوا روعه. كنتمنى تجربوه وتبارطاجيو مع الاصدقاء والحباب وضغطوا على الجرس لكي يصلكم الجديد. ونقدموا بالصحه والراحه. نسيت ما وريتكمش الصغيورين حتى هما كيجيو روعه بهذا الشكل. شو كيجي مفشفش. نقدموه بالصحه والراحه.